أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم كشك الصحافة، والتي نبدأها بالعناوين. صحيفة دولية تتحدث عن دعم عربي لإخراج اليمن من قائمة المخاطر المالية. في موقع محلي 60 ساعة سفر قصة معاناة حجاج اليمن. ومن صحيفة أخبار اليوم، طائرة مرتبات القوات المسلحة تصل عدن وتحديد موعد لبدء الصرف. وفي الحياة اللندنية، ضجة في فرنسا بعد صرف الرئيس 30,000 دولار لأدوات التجميل خلال 100 يوم. أهلا بكم. موقع المشاهد نت يتابع رحلة المعاناة التي يتكبدها حجاج اليمن في رحلتهم الطويلة، ويعنون الموقع 60 ساعة سفر قصة معاناة حجاج اليمن. تفاجأ حجاج اليمن من الإجراءات الأمنية المشددة التي طبقتها السعودية هذا الموسم، حيث ضاعفت الدوريات الأمنية التي ترافقهم منذ دخولهم المنفذ السعودي حتى وصولهم مكة أو المدينة من معاناتهم، مثل ما ضاعفت من عدد ساعات السفر وجحيمه وسط خدمات ضعيفة وبسبب روتين الاستلام والتسليم بين الدوريات المتعاقبة. وأقل الموقع أن السعودية فرضت نظاما أمنيا يلزم الدوريات الأمنية بمرافقة الحجاج اليمنيين إلى طول طريق أو على طول طريق السفر وفق خطة رتيبة ومضنية، حيث تعمد الخطة إلى فرض سياج أمني محكم على أفواج من الباصات وتوزيعها ضمن أعداد تتراوح بين 20 إلى 10 باصات لكل فوج، ولا يجب أن يتحرك إلا وفق تعليمات الخطة الأمنية التي تقرر سرعته والتي يجب ألا تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، ومحطات توقف تفتقر لأبسط الخدمات وفق معايير أمنية تتطلب ساعات إضافية إلى جانب ساعات السفر الطويلة من الأساس. لاقات في أبين يعنون موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية قائلا إنه تم منع القات من دخول مناطق مديريات المنطقة الوسطى بمحافظة أبين أمس الجمعة. وقال سكان محليون لصحيفة عدن الغد إن القات لم يدخل مديريات لودر ومودية والوضيع والمحفد، وبحسب السكان فقد منعت نقطة أمنية وصول سيارات القات إلى هذه المديريات، وسادت حالة من الارتياح في صفوف الأهالي بسبب غياب القات. حماقة المنتقم. تحت هذا العنوان كتب السياسي اليمني المعروف ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في عدن الغد، وقال ياسين: لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام وحده وليس أكثر من ذلك. ففي الوقت الذي اعتقد فيه أنه استخدم الحوثيين لتنفيذ المشروع الانقلابي الانتقامي، فقد كان يسلم لهم كل ما جمعه من أدوات نفوذ وقوة خلال 3 عقود، بصورة عكست حماقة المنتقم حينما يدمر كل شيء ليجد نفسه محاطا بخراب. صالح يدرك اليوم أنه محاط بخراب، فمهما جمع ومهما حشد فإن الخراب قد طال كل شيء حواليه بما في ذلك الإنسان، وأفرغها من نظارة الحياة وحيوية الفعل، وهو لا يجد ما يعوض به هذا الخراب وهذا التفريغ المريع سوى أن يتكلم ويتكلم، بينما يدرك أن حليفه لن يتجرأ على أن يقدم على أي عمل عسكري، لا لأنه أي صالح في وضع يستطيع فيه المواجهة، ولكن لأن هذا الحليف يحتاج إليه الآن كغطاء لمشروعه من خلال المؤتمر الشعبي، وأنه ليس لمصلحته أن ينهي هذا الحلف في هذا الوقت الراهن. سيستمر صراخ الطرفين في صورة لغو وزعيق، فلا صالح يمتلك القوة على تعديل المعادلة مع حليفه الحوثي، ولا الحوثي لديه مصلحة في إنهاء التحالف مع صالح والذي يعطيه الغطاء لمشروعه. كل ما سينتج عن هذا الزعيق لن يكون أكثر من كشف عورة وإدراك حقيقة هذا المشروع الفاسد الذي حكم التحالف الانقلابي باعتباره مشروعاً عبثياً قاد إلى هذا الوضع الذي دمر البلاد. في مناطق عديدة ترك الأهالي انتظار قدوم الجهات المعنية للقيام بإصلاح وردم الطرق، وذهبوا لعمل ذلك بأنفسهم وفقاً لصحيفة الأيام.
أهالي الوضيع يبدأون ردم طريق بطول 17 كيلومتر، وقام الأهالي بمديرية الوضيع بردم أجزاء من الطريق الترابية التي تتجمع فيها مياه الأمطار وتعيق حركة السيارات، ويبلغ طول تلك الطريق الترابية 17 كيلومتر ابتداء من الطريق الرئيسية. وتضيف الصحيفة إن الطريق كانت معمدة بإصلاحات، لكن السلطات المتعاقبة على أبين لم تنفذ تلك الوعود. وناشد الأهالي مختلف الجهات الرسمية والمدنية النظر إلى مشكلة هذا الطريق التي أصبحت تؤرق الأهالي منذ سنوات، حيث يعانون صعوبة التنقل بسبب بطء الحركة فيها وطول الوقت الذي يصل نحو ساعة بدلا من 10 دقائق في حال إصلاحها. ووفقا لموقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني، فإن مقاومة البيضاء دمرت غرفة عمليات الميليشيا بمديرية الصومعة. وقال الموقع: شن أبطال المقاومة الشعبية بالبيضاء قصا مدفعيا استهدف مواقع الميليشيا في جبهة الحازمية ومنطقة عرقوب العقلة بمديرية الصومعة. وقال مصطفى البيضاني الناطق باسم مقاومة البيضاء لسبتمبر نت إن القصف المدفعي دمر غرفة عمليات الميليشيا في عرقوب العقلة وعددا من المواقع المحيطة بغرفة العمليات. وأشار إلى أن جبهة الحازمية تشهد أيضا اشتباكات عنيفة بين المقاومة والميليشيا ما أدى إلى سقوط جرحى في أوساط الميليشيا. أخيرا أصبحنا وطنيين، قبل شهرين فقط لم نكن كذلك، كنا نكره بعضنا قليلا، الآن حب خالص، كلنا وطنيون كلنا من دون استثناء. هكذا يبدأ الكاتب اللبناني حازم صاغية مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا: في شهرين فقط وطنيتنا نمت وشبت، ما شاء الله، سرعتها غير مسبوقة في تاريخ الوطنيات. نقف منتصبين حين يعزف النشيد، نمشي وطنيا، نأكل وطنيا، إعلامنا وطني، فننا وطني، أغانينا وقصائدنا وطنية، كل ما فينا وطني. أجهزة التلفزيون تكاد تتفجر حبا للوطن، الإذاعات طناجر ضغط وطنية، حناجر المطربين والمطربات فوهات تخرج منها نيران تحرق أعداء الوطن. من لا يزال صوته منخفضا بيننا فليسلم نفسه إلى أقرب مخفر. نصطف جميعا أمام الوطن كل صباح، مثلما يصطف تلامذة المدرسة حين يرن الجرس. الوطن هو آخر المطاف، مدرسة كبرى، نتأكد من أن أظافرنا مقصوصة ولحانا حليقة وأذاننا نظفناها بعيدان قطنية. نتأكد من أن ملابسنا زهية وضحكاتنا عريضة قبل أن يدعونا أستاذ حصة التفاؤل الوطني كي ندخل في الوطن. ندخله كل صباح واثقين من أن غدنا سيكون أفضل من يومنا، وأن ما بعد غدنا سيكون أفضل من غدنا. وهكذا دواليك في حركة صاعدة من العزة والكرامة، ولا ننسى العنفوان والسؤدد أيضا. هل قلت طائفية وطوائف؟ هذا لا يوجد عندنا، يوجد عند سوانا، أنت جاسوس. هل قلت حروب أهلية؟ معاذ الله، كلام استشراقي، إهان لنفسية الأمة. بلى، حروب جاءتنا من الخارج حطت بالغلط في بلادنا، إنها حروب الآخرين على أرضنا. نحن أخوة في الله، ومنذ شهرين في حزب الله كذلك. اللبنانيون فعلا صاروا وطنيين، بل وطنيين متطرفين. كثيرا ما عيروا بأنهم ليسوا كذلك، بأنهم نالوا استقلالهم من دون دم وشهداء. كان يقال لهم في معرض التعبير أن الجزائر دفعت 1,000,000 قتيل، فينظرون بخجل إلى أنفسهم، من أين نأتي بالمليون؟ قبل شهرين كانت الرغبة بالمليون تعني للبناني المتوسط شيئا آخر، هو من يربح المليون. نقرأ لكم عددا من العناوين البارزة التي تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، ومنها: طائرة رواتب القوات المسلحة تصل عدن ومصدر عسكري يكشف موعد صرفها، ومدير أمن عدن ومدير أمن تعز يكشف لأخبار اليوم أسباب وتداعيات التوتر الأمني في المحافظة وحصار منزله. ومن العناوين: ناطق التحالف يكشف عن استهداف كتيبة خطيرة للحوثيين شرق صنعاء، والمبعوث الأممي إلى اليمن يقول: التوافق بين الحوثي وصالح صعب ولا حل إلا بسيطرة الشرعية على مؤسسات الدولة. تعتزم هيئة الإذاعة البريطانية في شهر مارس آذار من العام المقبل عرض مسلسل مكون من 6 حلقات يحاكي الفترة الأخيرة التي سبقت خروج بريطانيا من مدينة عدن جنوبي اليمن في العام
1976 من القرن الماضي. وقال موقع عدن تايم في تقرير أعيد نشره إن أحداث المسلسل اقتبست من قصة حقيقية وواقعية عاشها مؤلف المسلسل بيتر موفات الذي أقام إبان تلك الفترة في عدن برفقة والديه كونهما كانا يؤديان الخدمة العسكرية في القوات البريطانية. ويشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين العرب حيث سيقومون بتأدية دور أهالي عدن. ولعدم إتقان ممثلي دور الأهالي للهجة العدنية استعان القائمون على العمل بأشخاص من أبناء عدن. وقال أحد المشاركين في العمل التلفزيوني إنه تم تصوير المسلسل في دولة جنوب أفريقيا بعد أن تم تصميم مدينة مصغرة تشبه إلى حد ما مدينة عدن وضواحيها. ويشار إلى أن المسلسل يحمل عنوان الموقع الأخير وتستمر مدة عرضه كل حلقة منه مدة عرضه أو كل حلقة منه تستمر ساعة كاملة. والعمل بطولة جيرمي جونسون وجيسي باكلي وستيفن كامبل وجيسي كارين ومن تأليف بيتر موفات ومايك كلونز ومن إخراج جوني كامبل وميريندا باون. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العرب الجديد تعنون في أحد صفحاتها دعم عربي لإخراج اليمن من قائمة المخاطر المالية. وأكدت حكومة اليمن حصولها على دعم عربي لطلب رفع اسم اليمن من قائمة المخاطر المالية خلال الاجتماع الوزاري للدورة 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأوضحت مجموعة العمل المالي أن اليمن برغم التقدم الذي حققته تشريعيا في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته إلا أنه بسبب الأوضاع الأمنية لم يتح لفريق المجموعة إجراء زيارة ميدانية لتقييم عملية تنفيذ التوصيات. وانعكاسا لهذه الخطوة قررت مصارف أمريكية وأوروبية وكندية وماليزية كبرى إغلاق الحسابات المصرفية لليمنيين في خطوة من شأنها فرض المزيد من العزلة على البلاد التي تشهد حربا بلا توقف منذ نحو عامين بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين. وأكد الخبير المصرفي اليمني عمار الحمادي أن إدراج اليمن ضمن الدول عالية المخاطر انعكس على كل المعاملات المالية حيث أوقفت المصارف المراسلة بالخارج ومعاملاتها مع المصارف اليمنية. وقال الحمادي للعرب الجديد مغادرة اليمن قائمة المخاطر اليمنية ستعمل على عودة المصارف المراسلة وتسهيل التحويلات المالية كما ستساعد البنك المركزي اليمني على أداء مهامه. تمسك الفتاة اليمنية قمر السادي بوشاحها في ذهول وهي تروي بصوت منخفض كيف أنقذتها جزيرة مالطا المتوسطية من العيش وسط التفجيرات والقنابل والأنقاض والأمراض الفتاكة. فرت أسرة الفتاة من اليمن المنكوبة وفق موقع هاف بوس عربي على متن إحدى طائرات الإجلاء التابعة للأمم المتحدة منذ عامين. وقالت لا أعتقد أن هناك شخصا واحدا في أي مكان بالعالم يرغب في أن يعيش تلك الحياة. كنا نائمين ذات يوم وسمعنا انفجار قنبلة ضخمة، كان الأمر مروعا للغاية. وأضافت لا يزال لدي أصدقاء في اليمن وهم يخبرونني بأن الناس يموتون بسبب مرض الكوليرا ويحاول البعض الفرار ولكنهم لا يستطيعون لأنه لا يوجد أحد يريد أن يقبل جوازات سفرهم حاليا. هل تتمرد أوروبا على أمريكا؟ تحت هذا العنوان كتب كورت ميلز مقاله المعاد نشره في الخليج. وقال في جزء من المقال في مطلع أغسطس آب الجاري وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا أقره الكونغرس لفرض عقوبات إضافية على روسيا وكذلك على إيران وكوريا الشمالية. لم يكن الرئيس ترامب يرغب في فرض هذه العقوبات الإضافية على روسيا، ولكن تصويت الكونغرس على القانون بشبه إجماع حرمه من إمكانية استخدام حقه في النقد لإسقاط القانون، وفي الوقت نفسه الذي كان يوقع القانون وصفه بأنه خاطئ. وفي الواقع ينطوي القانون على خطر الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع أوروبا، لأن عقوبات القانون سوف تطال الشركات الأوروبية التي تتعامل مع روسيا في مجال الطاقة.
وطبعا الصقور في واشنطن أخذوا علما بالموقف الأوروبي المعارض لقانون العقوبات الجديد. وقال بوريس زيلبرمان وهو محلل روسي لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: أوروبا في موقف صعب في مسألة العقوبات، فمن جهة هي تطالب الولايات المتحدة بالتزام عسكري أكبر في القارة، غير أنها من الجهة الأخرى تعارض إجراءات أمريكية غير عسكرية ولكنها إكراهية. وأكثر ما يقلق أوروبا هو إمداداتها من الطاقة، حيث إنها تعتمد على روسيا في هذا المجال، وهذا بالذات ما سبق أن حذر منه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الأوروبيين خلال الحرب الباردة. وفي الثمانينيات استهدفت إدارة ريغان بعقوبات صادرات الطاقة السوفيتية، خصوصا مشروعات خطوط الأنابيب، ولكن الأوروبيين رأوا في ذلك ضربة مزدوجة تلحق ضررا بهم، لأن تلك العقوبات الأمريكية عرضت للخطر اعتمادهم على مصادر الطاقة السوفيتية، كما عرضت شركاتهم لخطر عقوبات أمريكية. صحيفة القدس العربي نقلت حوارا لولد الشيخ مع وكالة الأناضول من نيويورك كشف فيه عن ترتيبات لإجراء لقاء بين الأمم المتحدة وممثلين عن وفد جماعة الحوثي والمخلوع في جنيف أو إحدى دول المنطقة. ووفقا للصحيفة فإن اللقاء المرتقب سيبحث تفاصيل مبادرة ميناء الحديدة التي قدمتها الأمم المتحدة ومطار صنعاء الدولي دون الكشف عن موعد محدد. وأشار ولد الشيخ إلى أنه لم يمنح الفرصة الكاملة عند زيارته العاصمة اليمنية صنعاء لتوضيح مبادرة ميناء الحديدة وأهميتها. هذا وكان الحوثيون وحزب صالح رفضوا اللقاء بالمبعوث الأممي خلال زيارته الأخيرة في مايو الماضي، وقال إن هناك صعوبة في توافق جماعة الحوثي وصالح إزاء التفاوض. وأفاد أن مبادرة ميناء الحديدة تسمح بدخول المساعدات والمواد الغذائية وانسحاب الحوثيين منه وتسليمه لطرف ثالث محايد هو الأمم المتحدة ومعالجة قضية مرتبات الدولة المتوقفة منذ 10 أشهر. من بين الأخبار الأكثر متابعة في صحيفة الحياة اللندنية، ضجة في فرنسا بعد إنفاق ماكرون 26,000 يورو على وسائل تجميلية. وقالت الصحيفة إن معلقين على وسائل التواصل الاجتماعي ومعارضين سياسيين هاجموا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بعدما اتضح أنه أنفق أكثر من 30,000 دولار على وسائل تجميل خلال أول 100 يوم له في السلطة. وحقق ماكرون فوزا ساحقا في الجولة الثانية من الانتخابات على منافسته ماري لوبان زعيمة اليمين المتطرف في أيار مايو الماضي، لكن اتضح أن شعبيته المبكرة قصيرة الأجل، وذلك يعود جزئيا إلى الخفض في إعانات الإسكان وتضحيات أخرى فرضها على الشعب الفرنسي مع نضاله للحد من عجز كبير في الموازنة. وفي تأكيد لكلف التجميل، بذل معاونو ماكرون جهدا لتوضيح أن ما تم إنفاقه في هذا الصدد كان أقل مما أنفقته أنفقه الرؤساء السابقون، وقالوا إنه كان وضعا مؤقتا سيحل محله سريعا ترتيب أقل كلفة. وقال مسؤول لمحطة BFM التلفزيونية: كان علينا الاستعانة بأحد مقدمي هذه الخدمة من دون ترتيب مسبق بشكل كاف، ويستخدم كثير من السياسيين أدوات التجميل في المقابلات التلفزيونية وغيرها من المناسبات. كبير الاقتصاديين والرئيس المشارك لمؤسسة قاف كيال ناتوليكي تيسكي كتب مقالا أعاد موقع الغد نشره تحدث فيه عن مخاطر الانفصال الصغير على المنظمات الكبيرة، موردا للحال البريطاني كنموذج لما يفترض أن يحدث. وقال الكاتب: سوف تتجه بريطانيا بحلول سنة 2021 إلى حافة الهاوية، أي الانفصال الكامل عن أوروبا من دون وجود ترتيبات بديلة للتخفيف من وقع الصدمة. ومن الناحية السياسية سينطوي مثل ذلك التوقيت على مخاطر أكبر لحكومة ماي مقارنة بما تواجهه اليوم، علما بأن الانتخابات العامة المقبلة يجب أن تجرى بحلول حزيران يونيو من العام 2022. وعليه من الممكن أن تحاول المملكة المتحدة تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد سنة 2022. وكما تعلمنا التجارب السابقة، فإنه عندما يتم منح تمديد فقد لا ينتهي على الإطلاق. يبدو أن المملكة المتحدة تقترب من السيناريو الذي قمت بوضعه قبل 3 أشهر،
فقد سمح القرار الكارثي لماي بإجراء انتخابات مبكرة في حزيران يونيو لخصومها بالمطالبة بأن تقوم المملكة المتحدة بالتفاوض على ترتيبات انتقالية تشبه تلك التي حصلت عليها النرويج كعضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. وكان قد تم إنشاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية أصلاً سنة 1994 كإطار مؤقت لبلدان عديدة تستعد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن نظراً لأن الناخبين النرويجيين رفضوا الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بأحد عشر شهراً، استمرت المنطقة الاقتصادية الأوروبية لفترة 24 عاماً، لا أحد يستطيع توقع ماذا سيحصل خلال هذه الفترة. الكثير من الأحداث المتسارعة والمتغيرة والتي حدثت في العالم نقلتها صحيفة الديلي تلغراف على شكل صور من مختلف أنحاء العالم، نشاهدها في جولتنا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.